عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا، معي أنا منى مدربة سواقة في أبو ظبي. اليوم عندنا فيديو جديد خاص بكيفية الدخول على باركين مائل 45 درجة من جهة اليمين أو من جهة اليسار. السلام عليكم أخت خديجة، كيف صحتك؟ بخير. يلا خديجة، اليوم حنشوف كيف سوف ندخل على باركين مائل 45 درجة من جهة اليسار. اولا سيارتي مستقيمه والطريق اتجاه واحد، شو رجلك على البريك؟ فاولا بختار اي باركين من جهه اليسار، اخلي اول خط مقابل المرايه اليسار. شو رجلك على البريك يا خديجه؟ نخلي الخط مقابل المرايه تقريبا كده، صح؟ يلا لفي كامل يسار لو سمحتي، مع اشاره اليسار دائما. لغاية ما نحس طبعا ان السيارة صارت متوازية مع الخطوط التي تحدد الباركين من جهة اليمين واليسار. كيف؟ بمراقبة المرآة اليسار ومرآة اليمين. شيل رجلك على كل شيء هون كمان شوي. متى بوقف؟ لما يصير المراية بتاعي. ادخلي شوي كمان خديجة. حديدة، نخلي المرآة مع مستوى الرصيف. لاحظوا معي، المرآة اليسار مع مستوى الرصيف، يعني فوق الرصيف أو الرصيف تحت جسم المرآة اليسار. ليش؟ لأن باركين على يسار، فلازم أراقب مرآة اليسار بحيث يكون الرصيف تحت جسم المرآة. زين، الحين حنشوف كيف نخرج. يلا كيف نخرج من الباركين؟ الخروج، اغير الجير على ار ونرجع سيده مع مراقبه المرآة اليمين واليسار. لما يصير مراية اليمين مع مستوى الخطوط، نهاية الخطوط الباركين. فهمت علي خديجة؟ نعيد مرة ثانية. الحين مثلا راجعين بالخلف. شو رجلك عندنا؟ هذه الخطوط بتاع الباركين. نخلي مراية اليمين، شو رجلك على البريك؟ مع مستوى الخطوط كده. لاحظوا معي، بعدين لف وين؟ كامل يسار، لأنني أنا رايحة إلى جهة اليمين. دائما إخواني أخواتي، باركين مائل، دخلت يسار لازم تخرج يمين، دخلت يمين لازم تخرج يسار. بمعنى أنا دخلت على باركين في جهة اليسار مائل، فانا اجباري وانا طالعه منه بلف المقود كامل يسار. يلا اطلعي لو سمحتي خديجه، لاحظوا معايا السياره صارت مستقيمه، اعدل السكان واغير الجير. اطلعي خديجه، زودي السرعه. طبعا كده بنكون احنا اعطيناكم نبذه بسيطه على باركين مائل من جهة اليسار. نلقاكم إن شاء الله في باركين من جهة اليمين. الحين إخواني أخواتي، سوف نقوم بدخول على باركين مائل 45 درجة من جهة اليمين. إشارة يمين دائما، ونختار باركين. شيل رجلك على البريك لو سمحتي خلود. الحين أنا بختار باركين، أي واحد من هون. بخلي اول خط بتاع الباركين مقابل المرآه الجانبيه اليمنى، صح؟ صح. بعدين شو نسوي؟ لف كامل يمين، شيل رجلك على البريك وندخل شوي شوي. طبعا شوي شوي مع مراقبه المرآه اليمين، بحيث نشوف الخط اليمين وخط اليسار. صح خلد؟ نعم. مبين عندك؟ بين الصوب اليسار اليمين هون. هذه نزلي شوي من اليسار شوي، ببين عندك. اوكي صح. صبر شوي، مبين صح. اوكي، معناتها سيارتي صارت متوازية سيارة، يعني مستقيمة. اعدل المقود مرتين،
بعدين متى اوقف؟ لما تصير مراية اليمين مع مستوى الرصيف. لاحظوا معي مراية اليمين مع مستوى الرصيف. نعيدها مرة ثانية لو سمحتي. يلا الحين نرجع بالخلف. لاحظوا معايا انا باركين مائل 45 درجة على جهة اليمين. الحين راجعين الى الامام سيدة. خلي ايدك فوق. متى بوقف؟ لما تصير شو؟ المراية مع مستوى الخط اللي في الارض. حنعيد مرة ثانية. صبر شوية خلود. شيل رجلك على كل شيء. عاوزين هذا الخطوط نبينها. هذا الخط. الخط هذا. المراية الجانبية اليسرى مقابل اخر الخطوط الارضية اللي موجودة. لاحظوا معايا. ارجعي بالخلف. نخلي المراية مع مستوى الخط. اخر خط مع مستوى بتاعه. لاحظوا. مع مستوى الخط. بعدين شو نسوي؟ كامل يمين. على نفس اتجاه الباركين. لان الباركين هذا على اليمين. فاحنا بنلف كامل يمين. ليش؟ لان احنا متجهين على جهة اليسار. وطبعا الطريق اتجاه واحد. تابعي. لغاية ما تصير السيارة مستقيمة. نعدل المقود مرتين. بعدين نغير الجير. ونكمل. تابعي.